نموذج كمان إيجابي في مدرسة جمال الدين شيحة في محافظة دمياط، وهو فكرة جدول الضرب الموجود على أو اللي بيتكتب على سلالم المدرسة. ده علشان جذب انتباه الطلبة، وكمان من ناحية تانية بنزين السلالم بحاجة ليها فايدة. طبعا احنا بنشكر كل القائمين على هذا الاقتراح، من أول طرح الفكرة زي ما احنا شايفين دلوقتي مع بعض في الصورة. صورة جميلة جدا، الألوان جميلة جدا، وفي نفس الوقت مش مجرد ان هي اتحطت ألوان كده وخلاص، لا، عليها جدول الضرب. صح. يعني حتى يمكن تلفت نظر الطلاب، تلفت نظر ويعني حاجه بقى بتخلي الولاد يحفظوا طول ما هم طالعين السلم بتاع المدرسه بتاعتهم، يحاولوا يحفظوا. كنت حافظه جدول الضرب؟ يعني بما ان احنا بقى احنا كنا بنحفظه، احنا الجيل على فكره احنا اللي كان كنا بيحفظ جدول على المسطره، صح؟ لا، كنا احنا الجيل اللي كان بيحفظ جدول الضرب وكان بيمتحن فيه، مش الجيل اللي بيمسك الكالكوليتر ويطلع فيه بس استنى لحد دلوقتي اعتقد بس في سنه معينه لاستخدام الكالكوليتر. احنا عايزين نشير كمان ان ده مجهود المدرسين في الحقيقه، يعني هم مشكورين جدا. يعني خطوة إيجابية، خطوة لطيفة. المدرس هنا عمل فكر بره الصندوق في حاجة. صح. هي فكرة حاجة صغيرة جدا بالزبط. والموضوع مش مكلف ومش متعب. استيكر اتلزق بجدول بالزبط. الضرب للولاد وهم طالعين، الطلاب وهم طالعين مدارسهم أو طالعين فصولهم، عشان يحاول أولا في شكل جميل، يعني الشكل بقى حلو، لفت انتباه للطالب، وكمان وهو طالع هيفضل باصص على جدول الضرب، فأكيد هيحفظه مرة في مرة. التكرار بيعلم الشطار، عشان نبقى عارفين.